ما هي المدة المناسبة بين الأذان والإقامة؟ ليس فيها حد محدود بين الأذان والإقامة، ولكن يتحرى الإمام، لا أعلم حدا محدودا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحرى ربع ساعة، ثلث ساعة، قليل من ذلك، على حسب قرب المؤمنين ومسارعتهم. فإذا كانوا يسارعون إلى الصلاة ويجتمعون بكر، وإذا كان هناك عندهم شيء من التأخر يراعي أحوالهم، ولا سيما في العشاء، فإذا كان يراعيهم كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأى معجلا وعجلها، إذا رأى مطر أخرها. أما الظهر والعصر والمغرب والفجر فهذه ينبغي لما يراعي فيها حالهم، ولا يتأخر كثيرا، بل يكون يعني متحرر للصلاة في أول وقتها لكن من غير عجلة. إلا المغرب فهي أولى تعجيلها بعد الأذان بقليل، كان النبي يعجلها بعد الأذان بقليل، وكان الصحابة يصلون بعد الأذان ركعتين ثم يأتي النبي ويقيم عليه الصلاة والسلام.